برنامج فاصل ونواصل. هي من أطيب خلق الله، إلا ما دويتيهاش ما تدويش، وإلا ما نوضتيهاش ما تنوضش، وإلا ما عصبتيهاش ما تعصبش. وهذا هو الدور ديالنا اليوم. اليوم معنا النجمة المغربية نجاة الوافي، غادي نحاولوا أننا نعصبوها ونشوفوا هاد الحلقة فين غتخرج. غير الله يسر ودعوا معنا. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفة وكيعلموا أنها غتحضر معنا البرنامج جوابك لويز، وهو برنامج مسابقات خفيف من خلاله كتربح الضيف الجمهور الحاضر في البلاطو. ضيفك كيسحب لي غادي تشارك في برنامج عادي. اللي ما عرفاش أن المتبري اللي معاه فاتي جمالي والجمهور الحاضر ديري لد مع مراد باش يعصبوك، والسموحات من دابا. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوابك لويز. هو برنامج فني يستضيف نجوم الفن والثقافة في المغرب، غادي نقشموا ونضحكوا معاهم وغادي نربحوا اللويز، غندير واحد اللعبة رابح خاسر. ولكن اليوم حيت هاد الفنانين مدبرين الحركة وعندهم الفلوس، اليوم اللي غيدي اللويز هو الجمهور اللي معنا حاضر. أنا فرحان وناش لأنني غادي نستضيف أول نجمة ديال هاد الحلقة، النجمة الأولى في الصف الأول وفي الكرسي الأول، معايا نجاة الوافي. نجاة الوافي مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. مبروك عواشرك. شكرا علينا وعليكم على الجمهور الحاضر معنا. لا نجاة الوافي، انت من الفنانات اللي كبرنا معاك. بزاف الناس كيقولوا بان التمثيل ديالك بارد، واش عندك مشاكل عائليه او ربما تراجع في الاداء الفني؟ كاينه مساله اذواق. ما كتقرايش شنو كيكتبوا عليك في فيسبوك؟ وقيل انا كنقرا اكثر منك. حيت حنا كنديروا فوكس جروب وكنعرفوا شنو كاين. هذا هو الكونسيبت، هادو هما الاسئله اللي غادي تجاوبش. لا ما عجبونيش. فاصل ونواصل. لا ماشي بالضروره يعجبوك، حنا كنسولو. انا كندخل لواحد الكونسيبت اللي غادي يعكس شكون انا، اما كونسيبت اللي بهذا الشكل هذايا ما حيت هذا البرنامج هذا غيعكس شكون انت. هادو اسئله ربما تجاوب. هذا كيعكسك انت شكون انت يا مراد. لا حيت هادو اسئله عاديه يبانوا ليا. لا يقدر يبانوا لك عادي لان انت ما كتشخصش العالم، انت بوحدك انت كتشوف من منظورك ومن زاويتك، وهاد الاسئله هذه بالذات يعني ما جاتنيش كتبين على ان كاين اجتهاد فيك انت. لا كاين اجتهاد، وبحال انا بحال المرايه ديالك، الا ما عجبكش انا شي مرايتي ما يمكنش، انت مريت راسك. نسولك على الجديد ديالك؟ نسول على اي حاجه غير ما تبسالش، فهمتيني؟ انا باسل. خذ راحتك. انا باسل. لا انا ما تنقولش انت باسل، تنقول ما تخليش الكونسيبت يبسال. شنو الخطا اللي درتي في حياتك؟ كنصوروا دابا؟ لا ما كنصوروش، انا سولتك باش عابيني وبينك. واش نصوروا ولا لا؟ اللي بغيتي. مراد الله يخليك، الاسلوب الاستفزازي ديالك خليه عندك، حنا عطيناك معلومات صحيحه بارطاجيها مع السيده وخليها تقول رايها. ما هادو ما اسئله، ما والو اللي عطيتيني. امورا طولتي يا صاحبي، طولتي بزاف. وادخل لي حتى في الكونسيبت ديالي. هادشي مع الصبح هكا. اختي نجاة نكملوا عافاك، الله يرحمك الوالدين، نكملوا. ما كاينش غوات. غوات بحال هكا راه كاع كنعرفوا نغوتوا، اسهل حاجه هي نغوتوا. واش تفهمتي انت وليكيب ديالك ولا غنكملوا؟ غنكملوا. لا غندخلوا للضيف ونكملوا، نكملوا ليميسيون. والضيف فين هو الضيف؟ انا بالي تا ضيف. يلا عفاك عفاك، ندوزوا للضيف. عفاك تفضلي اختي. لا كاين عفاك، الا كان الضيف عفاك دخلوا. شكون غيجي دابا؟ شكون غيجي دابا؟ عفاك شكون اللي غيجي دابا؟ سمعتك. يلا 3 2 1 اي. الضيف الثاني في هذه الحلقه من بعد النجمه المغربيه نجاة الوافي، معايا فاتي جمالي. مرحبا بك. صباح الخير. مرحبا بك. غير ما بقاتش ليا الميكرو. شكون يقاد ليا؟ مراد عافاك واحد الدقيقة. شنو؟ ما شرحتيش ليا الكونسيبت ديال البرنامج. كيفاش نشرح لك الكونسيبت؟ اش من كونسيبت؟ ما في خباريش انا حتى دخلوني بوغ موا، انا كاينه بوحدي. نو كيفاش كاينه بوحدك؟ السيده راه جات قبل منك.
وباش تحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعر في البلاطو باش كلشي تسمع وتزيد تشعل. واش شرحتي ليا؟ انا شرحت لك المشاكل بزاف في البلاطو الدراري. هاد المره ملي تعيط لي زانفيتي عرفت تشرح. لا نجاسن نكملوا عفاك غير مشكل تقني معاه نكملوا. لا راه وقيلا نسيتو بانه الميكرو محلول راه سمعنا. اكوب عفاك كوب مراد راه بقيتي تغوت بحال هكا راه غنمشي انا. ماشي معاك اختي عندي مشكل انا ما عنديش معاك مشكل نهائيا. عاد تبقاش تغوت بحال هكا حيت انا ما تنستحملش بحال هاد سميتو هادي سي اون بريسيون بور موا وانا ما نقدش عليها. يلا 3 2 1 اي ودابا جا وقت الضيفه الثانيه في هاد الحلقه معايا ومعكم فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. شنو رايك في الاداء التشخيصي الباهت اللي كدير فاتي جمالي؟ انا كنعتبرها فنانه. شنو ربما كدير شاو في الاعمال ديالها. لا ما فهمتك شنو كتقصد. اداء شنو الاداء؟ انا بالنسبه ليا انت من الفنانات اللي اتنبتوا في الساحه الفنيه. شنو ظهر لك؟ لا واش كتهضر مني انت كدي الاسئله؟ لا سولتك سؤال. لا شويه ديال الاحترام والله حشومه هادشي اللي كدير وما تسولناش اسئله تافهه بليز. لا عفاك احترمي راسك شي شويه. احترمي راسك شويه والله احترمي راسك شويه فاتي. حيت انا محترمك وجايه عندك ومكبره بيك اما تجيبني باش تطيح بيا وتبهدل بيا نو سي با بوسيبل. لا غطرح اسئله مقاده ولا حتى وحده فينا ما تبقى حيت بقى ما مراد اخويا هادشي ديالك ما سميتو ما يمكنش فنانه دارت اعمال ودا تقول هذيك الهضره ما كتقلش. اش من اعمال دارت؟ حتى وحده فينا ما عارفه اش دارت وكلشي جميل. جمالي عارفين اش كدير. كيفاش اش كدير؟ اش كدير؟ واش انت باغي الرويده سكر؟ لا واش دابا هذه حلقه باغي تدوزها انت في رمضان من نيتك؟ زعما شناهي؟ لا كنسول. لا شوف اما غادي تهضر هضره مقاده ولا غتخلينا نمشيو بجوج بينا وباقي الله جلسات قلتي لها الاداء الباهت. وانا قلت لها هي ما قلتهاش لك انت. لا وانا هي كيما الا احترمتيها راه احترمتيني ولا ما احترمتيهاش راه ما احترمتينيش حتى انا. لا كنحترمك انت. لا تي با نورمال والله. يلا 3 2 1 اي لا عين ما غنبداوش. يا اما غتقاد هذاك الشيء ديالك ولا تخلينا نمشيو حيت لا غطيح بيا ولا غطيح بها. وإلا بغيتي دير بحال هاد البساله هادي غدير بوحدي. لا ما تقوليش ليا البساله. لا وصافي يا مراد واحد من قبيله وانا كنصبر ليك اصاحبي وانت جالس زايد فيه عزايد فيه. ما تقوليش ليا يلاه دخلات. ما تقوليش ليا البساله. لا الا غيزون مراد صافي با صافي فريمون. شوف عاود الاسئله عاد غنكملوا معاك. ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل. علاش نتوما حاسين براسكم؟ كيفاش حاسين براسنا؟ كتحسوا براسكم بحال اللي واعرات وانا اللي ضعيف قدامكم. حاشا خويا علاش محتقريني؟ لا حاشا بالعكس انت عارف حنا تنحبوك وتنحترموك سينو ما نجيوش عندك. وحنا راه عرفنا بان المنشط هو المراد العشابي دونك سكيفي كون ما كانش ليك احترام ما غاديش نجيو. فهمتي انت الغلط اللي درتي هو انك ما درتيش معنا باش تقد معنا فهمتيني هادشي اللي كاين. حيت ماشي بالضروره انا بغيت ندير لكم مفاجاه عنصر مفاجاه. لا بالعكس انا عسال يا فاتي مزيان لان لقيتينا عير لان تحرشتها في الاولى حتى جات دخلت لقاتني دونك من حقها انها تعرف. هي قالت لي بعدا نقولها قدامها. هي قالت لي بعدا علاش سبقتيها؟ انا قلتها لك. قلتيها ليا ناري ديكراف والله. لا عفاكوب علاش كتنافقي فاتي؟ واش كتهضر من نيتك؟ نجات انا عندي انيشان. قالت لي لا شوف واخا تبغي دير بحال هادشي هي من حقها تقول لك دي انا بغيت نكون بوحدي حتى انا كون مثلا كنت انا في بلاصتها. هي قالت لي شكون هي تسبقها؟ انا لا لا انا راه مراد, مراد 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 انا هادشي ديالك وتلاقيت سلوكه ما عنديش معاهم. لا احترمني. لا انت قلتي لي انا سبقني ما تسبقهاش هي الاولى دخلني انا الاولى. وسيبوزون كاع يقولها لك كاع شي حد. كنتي تستر غير احترم السيده اللي جالسه واحترم خليها ما فتينا بها دابا والو. حنا كنصور علاش تقولها لي في وجهها وتوت فاسون من حقها توت فاسون كل واحد. اقسم بالله ما قلتها والله اختي لا الدنيا هانيه من حقك انك الا بغيتي تدوزي بوحدك دوزي بوحدك. تيغراف نسولك سؤال اخر قول لي الراي ديالك في نجات. علاش غتسولها رايك؟ حيت سولتها في الكواليس. اها ما غتجاوبش على هذا السؤال. لا نفرشوا كلشي حنا. علاش غنفرشوا حنا في البرنامج؟ حنا جينا البرنامج هذا نفرشوا. اش غنفرشوا؟ وعلاش كنبغوا ندرقوا حنا في الكواليس باش نبانوا زوينين قدام الكاميرا؟ اسيدي رايها فيا. الا كنت انا ما تنعجبهاش سوقها هذاك. الا كنت ما كنعجبكش انت سوقك هذاك. لا انا كتعجبيني غير كنحرجك. مي هي كتقول لك هكا. ما قالت لي والو. ها هي قدامي ما قالت لي. لا جاوبيني دابا حيت ما تقدرش تجاوب. واش كتهضر مني انت كمراد؟ لا قولي لي. وفاء اقسم بالله ما انا نجات. لا كتقصدي انت هذا الشيء راه سميتها نجات الوافي. صافي تسميتها ما حافظهاش. عادي جدا زلت لسانه مراد اخويا غدا وتعصبوا فينا بلا والو.
أتي كهربتوني والله إلا كهربتوني أخويا. أن توكا فاتي صافي بليزير. لا ما عرفتش، ما عرفتش، أنا ما عنديش مشكل. ما نجلس إخوان سمحوا لنا. أنا جات ما عاد ما كنهضرش معاك أنت، أنا جات. لا سمح لي يا حبيبي فات أخويا حدو وبغيت. لا جات ما كنهضرش معاك. لا 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 عاي سير سير أخويا مراد الله يعاونك. لا جات ما كنهضرش معاك. كنعتذر وكنعتذر فيك. صافي فين هاد الولد اللي كيدير الميكرو؟ خويا مراد نتايا اليوم ماشي ديال التصوير، خذ راحه اليوم سير ترتاح. ما بقيتش صالحه ليك انا باش نصور بيا حلقه. عندها الحق مراد. صافي ما نقدرش نصور في ظروف بحال هكا. واش انا اللي بكيتك؟ لا صافي انا ما عنديش مشكل. علاش كتبكي دابا؟ مراد الله يرحم لك الوالدين. علاش دابا ما مراد الظروف ديال التصوير بهذا الشكل هذا ما كتمثلنيش وما يمكنش نكون فيها انا. كيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. صافي ما غتبدا حتى توجد شنو غادي تقول. والله عمرني ما طحت في شي موقف بحال هكا اقسم بالله. قبل ما نقول هذا السؤال، قبل ما نقول لك السؤال، نقول لك السؤال. كيقولوا عليك ادائك بارد في التمثيل لوديت وغير المعارف والسنطيحه اللي مخليك حاضره في الميدان، شنو تقولي ليهم من غير شكرا؟ حنا تنقولوا الله ينعل الرقاص اللي بيني وبين جمهوري الحبيب. اذا كتسبيني على انت ما سبيتيهاش بهذيك الجمله اللي قريتي. على ما كنتي شغلك؟ شغلي. واش الاداء ديالك ما فيهش سنطيحه؟ ما كاينش اللي عنده السنطيحه واقيلا بان لي في الميدان ديالنا قدك انت، فهمتيني؟ ما تعيرينيش الله يرحم باك. ياك ما غتنفجر عليا انايا. مراد جيت عندك حيت كانت عندي صوره اخرى، ودابا يا غتكمل البرنامج ديالك بوحدك لان هادشي ديالك باسل وما نقدش عليه انا. كتسبيني في وجهي؟ ما تعيرينيش الله يرحم باك. دابا يا الا تعاود درب بحال هكا ما تعيرينيش. واش هذا حماق ولا مالو؟ وكثرتي عليا بزاف. لا انت كثرتي عليا بزاف. ما تهزش حيد من حدايا. لا ما كثرتيش حيد من حدايا. لا كثرتي عليا بزاف. ما تهزش يدك على المراه او الحاجه. لا حشومه عليك تخسري لي ليميسيون وتمشي. ما يمكنش انت تكون بهذا الشكل هذايا والله ما يمكن. قليل الاداب وباس لو كونسيبت ديالك زيرو وضيعت معاك شوف شحال من ساعه وباقي ما بغيتيش تفهم بانك مع واحد الطينه وحده اخرى بزاف عليك باش توقف حدايا وباش تستجوبني. قليل ترابي زول يدك. نجاة كنتي معانا في كاميرا خفيه. نجاة انت عزيزه عليا، نجمه مغربيه، كنحترمك. لا اسمحي لي. لا لا تصيده صاحبتي، لا تصيده. او ماي جاد سامو انت معاه انا معاه. النجمه المغربيه نجاة الوافي ماشي انا اللي بغيت نطلع لك الطونسيون ونعبر درجه التحمل ديالك. اول واحد هو هذا الجمهور هذا. من الأخطار والهفوات التي تسبب سحب الأطفال تكون بسبب المشاكل التي تقع ما بين الزوجة والزوج، وتدخل الزوجة السوسيال أو بيت الحماية في مشكلاتهم فيأتوا بأسرع من البرق ليأخذوها مع أطفالها إلى بيت الحماية. وهناك تتفاجأ الزوجة عندما تجد بأن لا فردوس ولا جنة في هذا البيت ولا حرية بل مراقبة مشددة وقوانين وغيره، فتدرك ماذا فعلت ولكن بعد فوات الأوان. لماذا؟ لأنها تكون قد وصفت زوجها بكل الصفات من معنف ومغتصب وإرهابي وغيره، فعندما تحاول العودة إلى زوجها بأن اتفقت معه وأن أمورهم تمام طبعا لا يرضوا، يقولوا تستطيع أن تعودي أنت وحدك ولكن لا نحن سنحمي هؤلاء الأولاد من هذا الرجل المعنف المغتصب الإرهابي كما هي وصفته، ويكون قد وقع الفاس بالرأس كما يقولون، ويحصل الندم يوم لا ينفع ندم. لهذا اتقوا الله ببعضكم البعض وحاولوا إذا حصل
انفصال أو طلاق أن يحصل بوفاق وسلام، وأن لا تتركوا أحدا يتدخل كالسوسيال أو بيت الحماية في فض مشاكلكم، بل كما دخلتم بالمعروف اخرجوا بالمعروف لكي لا تسحب أطفالكم وتكونوا أنتم من كان سبب هذا السحب، قبل أن تذوقوا مرارة سحب الأطفال. وما أدراك ما سحب الأطفال؟ سحب الأرواح، سحب القلوب، سحب الجوارح من أجسادكم.